في هذا الأثناء يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البرية. المزيد يطلعنا عليه كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا دائما نتابع استمرار توافد هذه الشاحنات المحملة بأنواع مختلفة من المساعدات الإغاثية للأشقاء في فلسطين، ولكن دائما ما كنا نسمع عن ماهية هذه المساعدات وأشكالها، وهل هي بالقدر الكافي أم لا. بالطبع هذه المساعدات التي تدخل إلى القطاع في غزة ليست كافية إلا 10% فقط من احتياج الأشقاء في فلسطين، ولكن الآن سنلقي نظرة داخل هذه الشاحنات وسنقوم بحوار مع سائق هذه الشاحنات وإلى متى ينتظرون ولماذا في الأساس يفعلون هذا. في البداية قول لي كده، ايه الهدف من انتوا بتعملوا ده؟ هل ده يعتبر مجرد شغل بس ولا ممكن تقول ان هي مشاركه بشكل او باخر للقضيه الفلسطينيه؟ لا، هو ديت مشاركه لاخواننا في فلسطين، ما فيش فيها اي موضوع في الشغل ولا اي حاجه، واحنا هنا كلنا كل الحافلات الموجوده بالبرادات ده كله كلنا بنساند اخواتنا في فلسطين. ده شايف انه تبرعات او مساعدات او حاجات اغاثيه من الشعب مباشره زي ما احنا بنسمع، ولا هي مجرد بس شركات بتشارك وخلاص؟ حضرتك اولا انا مندوب عن المتبرعين، تمام. احنا هنا حضرتك معايا 3 شاحنات، في ادويه، في دي بطاطين، في مواد غذائيه وبطاطين برضو. كل ده من الناس عادي من الشارع المصري، كل دوت من الشعب، ما فيش جمعيه ولا في اي حد متبرع بجنيه واحد من الكلام دوت، كل دوت تبرعات من الشعب نفسه. كبطاطين او اي حاجه بيستثمر، يعني اي حد بيجي عايز يتبرع احنا بنقف معاه وبنجمع، بنوصل رسالته لحد ما يوصل لغايه المسؤولين والناس اللي هي هتستاهلها ان شاء الله. شكرا ليك جدا. طيب حضرتك ممكن اعرف منك، بقال حضرتك قد كده هنا، بقالك كام يوم هنا، ومستعد تقعد قد ايه عشان خاطر تنفذ اللي انت نفسك تعمله؟ احنا دلوقتي حضرتك بقالنا اكتر من 15 يوم، داخلين على 15 يوم دلوقتي، ولو قعدنا اكتر من كده احنا ده حقهم علينا، يعني حق فلسطين علينا ان احنا نقعد اكتر من كده تاني، ولو في اكتر من كده هنديهم. شكرا لحضرتك جدا جدا. دي نظرة دايما او مثال صغير عن الشعب المصري قد ايه ممكن يضحي عشان خاطر الاشقاء الفلسطينيين، ومش بس كده كمان عشان عارف انه مجرد فكرة التهجير ازاي هتأثر على بلده، ان هو لا يمكن في يوم من الايام ان هو يفرط في اي رملة من تراب بلده. كريم بيبرس من مدينة العريش محافظة شمال سيناء، التلفزيون المصري.